طيب هل موسيماني حسم المسألة بنسبة 100% زي ما رضا عبد العال بيقول؟ الكابتن مختار قلل النسبة شوية، نشوفها بقت كام. اللقاء زي ما انت قلت كده يعني اجمالي وان سايد جيم من اول دقيقة لغاية ما خلصنا المباراة، وده امر صراحة هائل جدا جدا جدا. يعني فعلا النادي الاهلي النهارده عامل مباراة من مباريات العمر زي ما بيقولوا، يعني كسب بشكل كويس قوي، كسب مكسب كبير قوي، الشكل كمان هايل جدا جدا، تقريبا كل لعيبته النهارده نجوم، يعني يعني ابدعوا في كل حاجه ما شاء الله، ابدعوا في الاداء وابدعوا في المكسب وابدعوا في كل حاجه، ودي حاجه هايله جدا، ونتمنى ان شاء الله ان دي تستمر كمان معاهم بقى في المباراه النهائيه باذن الله. موسيماني النهارده كابتن مذاكر المباراه كويس قوي، عامل دوره كويس قوي، نازل بادئ بشكل هجومي رائع، الحقيقه ياخد النهارده العمل كامله. أكيد أكيد ما شاء الله، يعني موفق توفيق كبير جدا جدا، يعني أكيد هو موفق في 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 في, في كل شغله، مع إن هو اللعيبة النهارده كمان عملت له كل حاجة تقريبا هو قال عليها وما قالش عليها ما شاء الله. يعني النهارده الحقيقة قفشة كمان بيرجع كابتن لمستواه، والشناوي بيمسك في الفرصة. الشناوي النهارده بيدي رسالة، لا الأهلي مش هيسيب البطولة لأن الأهلي معاه الشناوي. انا يعني كنت زعلان جدا 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 من بلانتي اللي اتحسب، بس لما بان ان الشناوي ما عملش حاجه خالص، وربنا سبحانه وتعالى يعني لايد له خير كبير جدا جدا، ان الموسم اللي هو عمله ده موسم يعني استثنائي في حياته الكرويه. الغلطه ديت كانت هتقلل بعض الشيء من اللي هو عمله السنه دي، لكن الحمد لله ان ربنا سبحانه وفقه وقدر ان هو يمسك البلانتي وان هو يحافظ على ان ما يجيش جون فيه، فده امر هايل جدا بالنسبه للفرقه كلها وبالنسبه للشناوي بالذات. يعني نفرح يا كابتن 50% ولا 60% ولا 70%؟ نفرح ان شاء الله فوق ال 80% كابتن، بس ده بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للعيبه لا. لا هو طبعا احنا بنتفرج، وده حاجه والحاجه اللي بتسعدنا بنتكلم فيها، لكن اكيد ان يعني الكلام هيبقى غير في الماتش الثاني، الاستعداد هتبقى غير، لكن كمان عشان نثبت ان احنا فعلا المكسب ده ما جاش كده عفوا، اكيد ان الماتش الجاي دوت لازم كمان نكسب سكور اكتر من كده ان شاء الله رب العالمين. طيب كابتن مختار طبعا كله بيشيد بموسيماني سبحان الله، دي حاجه كويسه وحاجه برضو عايزين نخف شويه، نستنى باذن الله نشيل الكاس باذن الله يا رب ان شاء الله.